طبعا فوز مستحق للنادي الاهلي النهارده على بيراميدز، فوز مستحق وفي وقته، مفيش احلى من كده فوز بعد خساره نادي الزمالك النهارده اللي مفاجاه كبيره جدا، وفوز مستحق لابناء اسوان على نادي الزمالك. المهم تحليلنا النهارده هنتكلم الاهلي فاز ليه، وازاي الاهلي النهارده لعب، وازاي النهارده ليله السليه اللي ليلتك يا معلم، والسليه النهارده تحس ان السليه بنكهه كريستيانو رونالدو، شوت وهيدرز، السليه عمل كل حاجه النهارده، ولكل مجتهد نصيب، لان السليه على فكره ده الصح. اي مدرب يبقى عنده السليه المفروض ما يطلعوش من الملعب، اذا عندك السليه اوعى تطلعها من الملعب، لعيب مخلص، لعيب قوي، لعيب راجل، لعيب دايما مستوى ثابت، واذا قل في حاجات بسيطه لكن السليه لعيب نجم كبير. المهم الاهلي بيفوز على بيراميدز وبيفوز على الطموح، وبيراميدز في الفتره الاخيره مش قد الاهلي، مع احترامي الشديد بيراميدز بيجي قدام الاهلي وبيبقى حاجه ثانيه خالص، ما بيبقاش بيراميدز ولا بيبقى اي حاجه في الفتره الاخيره. مع احترامي الشديد شفنا النهارده الاهلي النهارده كولر بيلعب بطريقه انا شايفها النهارده، طالما ديانج ومعاه السليه انت مطمن، السليه بيلعب بمزاج. ليه بقى ورا ديانج النفاسه القاطره البشريه اللي قافل على كل حاجه في نص الملعب، اللي بيوقد اي هجمه على النادي الاهلي من بدايتها. ديانج بيعمل كل حاجه دفاعيا، فانت بتلعب مطمن، بيلعب ضاغط في نص الملعب، بيقطع لك كل حاجه، فعشان كده السليه فئه ريحيه انه يروح، وفئه ريحيه انه يقف، وفئه ريحيه ان لعيبه النادي الاهلي بتلعب بمزاج النهارده. طبعا النهارده لعب النادي الاهلي طبعا محمد الشناوي، محمد هاني، طبعا ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم اللعيب الكبير، وعلي معلول احسن باك ليفت في مصر في 6 سنين، طبعا لعيب كبير ولعيب مستوى عالي جدا. خش نص الملعب الداهيه ديانج، وطبعا السليه، وثلاثه كان كريم فؤاد وقفشه وبرونو سافيو، اللي انا بقول اقل واحد في الملعب النهارده برونو سافيو، اللي حقيقي المفروض كان ما يكملش. انا اسف ان برونو سافيو مش برازيلي، تحس مش البرازيل البلد، يعني تحس ان برازيل حته ثانيه، برازيلي تقليد مش برازيلي، البرازيليين سرعه وقوه ولياقه والتحامات وكل حاجه موجوده، لكن النهارده تحس ان برونو سافيو بنكهه تايلاند، بنكهه تايوان، مش ده برونو سافيو البرازيلي. وطبعا قدام شادي محمد، شادي حسين بيقاتل ومجهود، لكن النهارده المباراه كان بدايتها استحواذ للنادي بيراميدز، لكن الفكره مش في الاستحواذ، اوعى من الاستحواذ، الاستحواذ ده ما بيكسبش، الفكره في الايجابيه، الفكره في الاستراتيجيه اللي النادي الاهلي بيلعب بيها النهارده، اللي هو احترام نادي بيراميدز، بيلعب ب 4-2-3-1، عمل طريقه حلوه جدا النهارده دفاعيا، النهارده في نص ملعب قوي جدا، السليه وحمدي فتحي، السليه واسف وديانج، وطبعا عندك علي معلول كجبهه قويه جدا، كان بيزيد مع برونو سافيو اللي بيضم للداخل، وشفنا علي معلول بيزيد، شفنا طبعا هاني محمد. يا جماعه بصراحه لازم نتفق على ان اكرم توفيق بيفرق كبير، يا جماعه اكرم توفيق النادي الاهلي بيلعب، مع احترامي محدش هيقدر يسد مكان اكرم توفيق، اكرم توفيق لعيب كبير، لعيب مؤثر، لعيب دفاعيا وهجوميا مؤثر، فالنادي الاهلي النهارده بيلعب يعني بالموجود، يعني بيجود بالموجود، اللي هو محمد هاني اللي النهارده انا اقدر اقول عمل شغل كويس جدا كدفاع، الناحيه الهجوميه ما كانش موجود، يمكن كنا بنشوف طبعا كريم فؤاد اتصاب ونزل مكانه حسين الشحات. المهم المباراه شفنا فيها طبعا نادي بيراميدز النهارده برده، مش ده بيراميدز زي ما قلنا يا جماعه، بيلعب بالشيبي وعلي جبر اللي ضيع كوره، لو حب يضيعها مش هتضيع، لو علي جبر حاول يضيع الكره دي مش هتضيع، وعلي جبر واحمد سامي و محمد حمدي، وطبعا عبد الله السعيد وتوريه واسلام عيسى، الثلاثه دول جامدين، لكن في نص الملعب مع ديانج والسليه لا تفوق، انا شفت متفوق جدا، في استحواذ، لكن اوعى تقول لي اسلام عيسى وتوريه كانوا متفوقين على ديانج، ديانج بالصلاه على النبي ديانج يقوم بالثلاثه دول، ديانج ما شاء الله. وطبعا بيلعب مصطفى فتحي اللي ما كانش موجود اطلاقا، مصطفى فتحي كان ضيف شرف، لاكاي ورمضان صبحي اللي بيحاول، لكن ما فيش تجانس. كان النهارده هي مساله زي لو بصينا في كوره النهارده يا جماعه، لو ركزنا هنلاقي ديانج ما مخهم، المخ مين؟ عبد الله السعيد. المخ مين؟ عبد الله السعيد، عبد الله السعيد اللي بيحرك لاكاي، اللي بيحرك رمضان صبحي، اللي بيحرك كل حاجه في بيراميدز. فالنهارده
ديانج قطع الامدادات، خط الامدادات بتاعتهم ديانج قطعها، فمع احترامي الشديد علشان كده كان في تفوق كبير جدا للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده يمكن كان في على فترات كده النادي الاهلي بيراميدز بيروح، لكن في غالبيه الفترات تفوق كبير جدا لديانج. انا توريه مش هو ده توريه يا جماعه، توريه لعيب اكتر من كده، لكن ما فيش حد جنبه. مع احترامي ما ينفعش اسلام عيسى جنب توريه في نص الملعب، توريه محتاج واحد قوي في نص الملعب على اسلام عيسى، وعبد الله سعيد هجومي اكتر، فنص الملعب كان فاضل ديانج والسوليه، فكان بيلعب بأريحية النهارده النادي الاهلي النهارده طبعا عامل مباراه كويس جدا. رمضان صبح حاول، لكن مش هو لقاي برضو نفس الموضوع، لكن التفوق النهارده شفنا النهارده قفشه بيحاول، شفنا ما شاء الله النهارده السوليه وديانج قلنا 10 10. محمد عبد المنعم من احسن المدافعين في مصر مع حسام عبد المجيد، اذا قلنا حسام عبد المجيد محمد عبد المنعم صخره قوي في الجسم، لا تقول لي لقاي ولا ام لقاي، مع احترامي الشديد جامد جدا لرمضان صبح بياخد، مفيش جامد 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 ما شاء الله. وياسر ابراهيم كان بيقفله فما كانش فيه فرصه ليهم النهارده. وبصراحه خط ظهر النادي الاهلي النهارده بصراحه 10 على 10 دفاعيا ممتاز، مع الدور اللي بيقوم بديانج والسليه، فدفاعيا النادي الاهلي تفوق على هجوم بيراميدز. فالنهارده النادي الاهلي متفوق تماما، بالاضافه ان ديانج واقف والسوليه، ففي بيبقى في مساحات، بدانا نشوف شغل النادي الاهلي، بدانا نشوف السوليه بيلعب بمزاجه وبيشوط وبيصنع، بدانا نشوف علي معلول بيزيد. يمكن النهارده لما نزل حسين الشحات بدانا نشوفه، قفشه بيحاول. النادي الاهلي النهارده شخصيه النادي الاهلي، انا شايف شخصيه النادي الاهلي النهارده موجوده، جماهير النادي الاهلي فرحانه، انا شايف فوز مستحق للنادي الاهلي بكل المقاييس. النادي الاهلي لعبا واداء ورجوله واستحواذ وتاثير، النادي الاهلي النهارده يفوز. النادي الاهلي بيعتلي القمه تاني بفرق 3 نقاط بعد ما كانت قاب قوسين او ادنى. الجمهور النادي الاهلي يشكر اسوان النهارده على الماتش اللي عمله النهارده مع نادي الزمالك، وخساره نادي الزمالك النهارده المفاجاه. نادي الاهلي بيعتلي صداره الدوري بفوز مستحق على بيراميدز في ليله السليه وليله عوده السليه، اللي المفروض ما يقعدش ابدا. عندك واحد زي السليه اوعى تقعده، اوعى تقعده، وعايز تشوف السليه يدي خلي وراه ديانج مش حمدي فتحي. المهم اذا عجبك الفيديو اشتركوا في القناه، والسلام عليكم.